بركة الله نتابع ونشاهد هذا الشوط وانطلاقته، الشوط الحادي عشر الذي يحمل في طياته وكشوفاته الحول المحليات الأصايل والثمانية كيلومترات بانتظار الأسماء المشاركة والشعارات المتواجدة التي تزين أرضية هذا الميدان. إذن مقدمة الشوط والصدارة الشاهينية على صدارة هذا الشوط شعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم. سعيد بن سالم بن مر السبوسي من يتابعها ومن يضمرها على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصول الغزيل على المركز الثاني هنا بشعار سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع من يتابعها ثالث التحديات، وتابع الوصول والانطلاق من مشكورة هنا بشعار هجن الرئاسة صالح بالعرج المري من يتابع ويقدم لنا مشكورة على المركز الثالث، بينما رابعا أتابع هذا الانطلاق وهذا الوصول في هذه اللحظات والتسلل من شعارات هجن الرئاسة أيضا تتواصل في هذه الأمسية، وينطلق هنا الظافر متابعا للاسم المتواجد على المركز الرابع أيضا هناك مشكورة في هذه اللحظات هنا علي بن جميل الوهيبي، بينما أتابع خامس التحديات وصول هملولة بشعار هجن الرئاسة من يتابعها الظافر على المركز الخامس، وسادسا أتابع انطلاقة أمجاد ووصولها في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم، وهنالك سعيد بن عبيد بن سعيد من يتابع الأمور الشاهينية. بدأت هنا باختراق الصفوف وهنا اختراق الحواجز متسللة إلى المراكز الأمامية بشعار هجن الرئاسة من يتابعها هنالك المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، انتقلت وبكل قوة إلى رابع المراكز. أعود من جديد لأتابع الصدارة وترتيب الأوراق من جديد مع هذه الأسماء وهذه الشعارات بعد اختلاطها مقدمة الشوط. أتابع الغزيل على الصدارة ولكن الشاهينية تسللت، الشاهينية تسللت هنا بشعار هجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، بينما ثانيا أتابع الغزيل على المركز الثاني وصولها وانطلاقها هنا بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. وطارش بن مبارك بالقوبع مضمر الشرق الأوسط يتابعها ثالث التحديات، وصلت أمجد شعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم، وسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد من يتابع أمجد على المركز الثالث. رابعا أتابع وصول وانطلاق هملولة شعار هجن الرئاسة هنالك أبو الجمايل من يتابع الأمور ويراقب هذه الشعارات الحمراء المتواجدة وبكل قوة. أتابع رابع التحديات وصول وانطلاق الشاهينية شعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم أو المكتوم، وسعيد بن سالم بالمر السبوسي من يتابعها سادس التحديات وصول سرابة وانطلاقها هنا بشعار هجن الرئاسة علي بن جميل الوهيبي من يتابع الأمور على مستوى هنا سادس المراكز سابع المراكز، وصل هنا شعار هجن الرئاسة بقيادة أحد الخبراء أيضا من يتواجد في هذه الأمسية ويعلن حضوره مقدما لنا مشكورة
صالح بالعرج المري من يتابع الأمور. بينما هنا النقل والانتقال في هذه اللحظات مع ثامن المراكز والوصول من العين في هذه اللحظات شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان هنا منطلقا بقيادة محفوظ بن خميس الجنيبي. أتابع كذلك هنا الوصول إذن الوصول في هذه اللحظات والانطلاق من شعار سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم مقدما لنا الشاهينية في هذه اللحظات. طارش بن مبارك بالقوبة أتابع التسللات العين على المركز التاسع في هذه اللحظات شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الجنيبي عاشر المراكز. تسللت وانطلقت هنا الشاينية في هذه اللحظات بشعار هجن الرئاسة انطلق معها المستحيل. هذا هو النداء الثاني أيها المتابعون الكرام أيها المستمعون عبر كاميرات وقنوات ياس عبر الأثير FM ليتحول من جديد هنا مع جسر العبور والعبور للخطوط النهائية والمنصات العالية هنا بقيادة شعار هجن الرئاسة. هجن الرئاسة على المقدمة هنا منطلقة بهذا الأداء وهذا المستوى الكبير هنا مع المستحيل هنا مع راشد بن محمد بسم المنصوري الغزيل ثانيا الغزيل ثانيا هنا في هذه اللحظات شعار سمو الشيخ او عفوا شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع من يتابعها مضمر الشرق الاوسط يقدم لنا الغزيل على المركز الثاني المركز الثالث وصلت امجاد شعار سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد من يتابع امجاد. بدات الشعارات بالتحركات وصلت العين 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 وصل الشعار العيناوي الكبير هنا بقياده محفوظ بن خميس الجنيبي التابع لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. ووصول هنا في هذه اللحظات سرابه شعار هجن الرئاسه الظافر من يتابع هنا علي بن جميل الوهيبي وهنا امدادات بشعار هجن الرئاسه وامدادات خاصه لراشد بن محمد بسم المنصوري العين ايضا سابعا بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. ثامنا وتاسعا شعارات هجن الرئاسه مع هملوله ومع مشكوره بقياده علي بن جميل الوهيبي. عاشرا هنا لينهي هذا النداء وصول الشاهينيه سمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم آل مكتوم سعيد بن سالم بالمر السبوسي. هذا هو النداء الثاني ايها المتابعون ايها المستمعون الكرام او تابعوا زحف الشعارات الى مقدمه الشوط. ولكن بالسم 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 هنا مع هذه اللحظات الكيلو ونصف الكيلو غادرت الشاهينية. روح يا يوسف مع الشاهينية خلي يمتع الناظر الناظرين بهذا الأداء بهذا المستوى الكبير. ماذا يقدم ماذا يفعل بالسم اليوم هذه الأداة الكبيرة هذا هو المستوى المطلوب يا أبو ذياب يا أبو ذياب. راشد
راشد بن محمد بسام المنصوري قدم لنا الشاهينية هنا في هذه اللحظات. بدأت بالابتعاد، بدأت بالإقلاع، بدأت بشن الهجوم على الخطوط النهائية. الكيلو متر الأخير، العين ثانيا بشعار سمو الشيخ الذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. ولكن الشاهينية شعار هجن الرئاسة، النقطة الحادية عشر في هذا المساء. ماذا أنت فاعل يا بن السم هذا اليوم مع هذه الشواهين الطائرة؟ الشاهينية ولكن هنا العين تحركت. لا لكن الشاهينية الخمسمية متر الأخيرة انطلق شعار هجن الرئاسة إلى المنصات وإلى الرموز وإلى النواميس. يا أبو ذياب سلام على هجن الرئاسة، هذا الفوز وهذا الأداء وهذا المستوى الكبير سلام لمحبيها ولعشاقها ولمسؤوليها، سلام لأبو ذياب على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الكبير. والنقطة التاسعة في هذا المساء هنا مع شعار، هنا شعار هجن الرئاسة بالتحديد مع ابن السم. أما بالنسبة لهجن الرئاسة فهي النقطة الحادية عشر على التوالي معلنة احتكارها وحضورها الكبير في هذا المساء. سلام لهجن الرئاسة، سلام سلام بن السم، سلام. المركز الثاني وصلت العين، شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان ثالثا. وصلت مشكورة على المركز الثالث شعار هجن الرئاسة. صالح بالعرض المري رابعا. وصلت هملولة شعار هجن الرئاسة. علي بجميل هو خامسا. وصلت الشاهينية بشعار هجن الرئاسة. واشهد بالسم المنصوري ولحظات التوقيت الزمني هنا مع الشاهينية وصولها بشعار هجن الرئاسة هنا بشعار راشد بن محمد بالسم المنصوري. 12 دقيقة 55 ثانية، ستة أجزاء من الثانية هنا في هذه اللحظات مع الشاهينية ووصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني وصلت العين هنا بشعار هجن الرئاسة، أو عفوا العين هنا بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان. 12 دقيقة 59 ثانية، تسعة أجزاء من الثانية، بينما ثالثا كان الوصول والانطلاق والحضور من مشكورة شعار هجن الرئاسة. صالح بالعرج المري من تابعها ومن قدمها. 13 دقيقة 5 ثواني، أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، شوط آخر ينطلق من هذه الأمسية التي كانت حافلة بالإنجازات، شوط خاص بالزمول المحليات الأصايل تنطلق في هذه اللحظات لأصحاب السمو الشيوخ هنا الثمانية كيلومترات الحاضرة، كما حضرت هذه الشعارات وحضر بالفعل هناك النقل الحي والمباشر من عاصمة الميادين. تحية خاصة لهجن الرئاسة وإنجازاتها التي تسطرها في ميادين الدولة مشاهدينا في كل مكان. سطر بالفعل بحروف من ذهب. نلحق بالشوط.